بسم الله الرحمن الرحيم. Our third topic is pharyngeal pouch. What's a pharyngeal pouch? عشان اقول لك pharyngeal pouch محتاج ان انا ارجع بيك شوية في الاناتومي عشان اقول لك حاجة صغيرة لو تفتهمها من الاناتومي. The constrictors muscles which form the lateral and posterior wall of the pharynx ايه هم؟ superior constrictor, middle constrictor, inferior constrictor muscle. لو انت تفتكرهم هم زي دي كده مثلا. بعد كده starting of the esophagus. تمام كده؟ في عندي defect ما بين السوبيرور والميدل، ما بين الميدل والانفيرور، ما بين السوبيرور ما بين السكال بيز، حتى ده بيسموه ساينس اوف مورجاجني اللي بيعدي من الاوستيكين تيوب. تمام؟ الفرنجيل وول عباره عن ايه؟ عباره عن ميكوزا وعباره عن فشيه وعباره عن ماسلز. وبالتالي this part of the pharyngeal wall طف عباره عن ميكوزا وفشيه ومصل. لكن this part of the pharyngeal wall عبارة عن إيه؟ عبارة عن ميكوزا وفاشيا فضعيف. فيبقى أنا عندي أكتر من حاجة هنا. بالمناسبة الانفيرو كونستريكتور مصل بالذات الفايبرز اللي في النص دي ماشية ترانسفيرس، المصلز اللي فوق دي السوبيرو بارت ماشية أبوردز كده، والمصلز اللي تحت دي ماشية لوردز كده. فدي بيسميها the cricoid part، ودي بيسميها ذا كريكو فرنجيوس ماسل. هي بيسموها اسمها لوحدها كريكو فرنجيوس، انما هي اكشولي بارت اوف ذا انفيرور كونستريكتور ماسل وبعد كده الاسوفاجس. طب ليه احنا بنتكلم على الحته دي؟ عشان لما بيكون عندي ديفكت زي ده كده، او ديفكت زي ده، او ديفكت زي ده، يبقى اللاترال وول ضعيف. كلمه ضعيف ده معناها ايه؟ معناها لو عندي زياده في الانترا فرنجيال بريشر ايه اللي يحصل؟ ممكن يحصل هرنيشن، يعني بارت اوف ذا ميكوزا والفاشيه اللي هي unsupported my muscle يعدي ما بين التو، المعدي ما بين الديفكت ده، بالذات الكيليان ديهيسنس. والكيليان ديهيسنس اللي هو الجزء التحتاني ده اهو اللي ما بين الانفيرور كونستريكتور ماسل اهي اهو ماشي كده، وما بين انا اسف الكريكو فرنجيوس ماسل والانفيرور كونستريكتور، وده اسمه كيليان ديهيسنس. احنا قلنا هما بارت من بعض لكن هو في بينهم ديفكت صغير هنا اهو. تمام كده؟ معناها ايه بقى؟ معناها الميكوزا بروترودز او تطلع من الحته الديفكت الصغير ده، وده بيسموها هرنيشن ثرو ذا كيليان ديسنس، وده بيسموه فارنجيال باوتش. باوتش يعني زي كيس بارز لبره، او الراجل اللي وصفه اسمه زينكر فبيسموها زينكر دايفرتيكولم، ودايفرتيكولم يعني برضو بروز لبره كده. ايه السبب؟ سببه ان العيان عنده زياده في الانترا فارنجيال بريشر. طب يعني ايه اللي زود الانترا فارنجيال بريشر؟ لقوا الناس اللي هي بتستعمل نفس جامد زي ايه بقى؟ عارفين اللي بينفخوا في الازاز دول بيسموه glass blowers، عارفين اللي بينفخوا في البوق بتاع زمان اللي هو تطرطططططط ده، او اي حاجه بتستخدم فيها صوت عالي محتاج نفخ فترات طويله بيحصل لهم زياده في الانترفرنجيال بريشر. بس بشرط، طب ما هو ناس كتيره بتعمل كده، لازم يكون عنده سبازم في المصل دي بالذات. يعني هنا الفارينكس في زياده في البريشر، ودي المصل دي فيها سباز، او بيسموها طريقه تانية هي مش سباستيك بس هي مش عارفه تريلاكس. سباستيك يعني عامله كده جامد، لكن فيرير اوف ريلاكس هي مقفوله بس مش عارفه تفتح، وده اللي احنا بنسميه فيرير اوف ريلاكسيشن اور سبازم. مع زياده الانترفرنجيال بريشر، مع ان الشخص ده كبير شويه في السن فالميكوزا بتاعته كمان ضعيفه، تبدا يحصل لها ايه؟ يحصل لها بروتروجن او هرنيشن زي ما احنا هنشوف. وبالتالي هو البني ادم ده عباره عن راجل غالبا ميل كبير في السن وما عندوش سيمتومز محدده. لكن بص ايه اللي بيحصل باي تايم؟ باي تايم الباوتش ده عمال يطلع لبره. تمام؟ طيب الاكل جزء يعدي وجزء يخش هنا، صح؟ وبالتالي الجزء اللي هيخش هنا هيبقى فود ويقعد، يبقى العيان ده هتعمل له ايه؟ الفود ده ممكن يرجع، نسميها ريجرجيتيشن. والجرجيتيشن ده ايه؟ لاكل قاعد بقاله شويه فسوري حصل له فيرمنتيشن فلقى بفول اودر، وممكن يبقى حصل انفكشن في الحته دي يبقى بلادي شويه، وعماله تكبر فتلاقيها عماله تظهر من ناحيه الليفت سايد اوف ذا فارينكس بالذات ناحيه النك. اشمعنى؟ علشان الدنيا بتبقى جايه شويه ناحيه اليمين وهو بتظهر شويه ناحيه الشمال. وبالتالي الاقي العيان ده يشتكي من ايه بقى؟ يشتكي من ماس. الماس ديت سوفت اهي، كومبريسبل، تقدر تضغط عليها وممكن لو كل ترجع تملى مره تانية. تمام؟
وممكن تكبر لدرجه ان هي تضغط على الاسوفجس فتعمل للعيان ده ديسفيجيا، يعني عماله تكبر 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 لدرجه، خد بالك من الكلمه دي بقى، لدرجه انه الاكل باي تايم، هي عماله تكبر 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 هنا، الاكل باي تايم الاسوفجس مقفول والاكل عمال يتحوش هنا يتحوش هنا، لكن العيان ده ما بياكلش لان الاكل عمال يخش هنا بس، وبالتالي العيان ده يبقى كشكتك ضعيف ما بيعديش منه اي حاجه، تبقى صعبه جدا، وبالتالي عنده نيك سويلنج سوفت سيستيك كومبريسبل بالذات على الناحيه الشمال، ولو كح زياده عمل زياده بزود الانترفرارجيال بريشر فبتزيد وتلاقي كشكتك شويه. تيجي تفحصه احنا بنقول ايه؟ اكنه هايبوفارينكس، ده في الاوروفارينكس يبقى اكنه لارينكس، هنعمل ايه؟ نفحصه، هتبص تلاقي ايه؟ تلاقي ادي اخر الفارينكس وبدايه الاسوفجس، وتلاقي حاجه كبيره عباره عن بلايند ساك اهي، تبص تلاقي كده اهو وبلايند ساك جنبها اهي، وبعدين تلاقي بلايند ساك، تمام كده؟ ده معناها ايه؟ معناها انه عنده، وممكن تلاقي شويه فراث في البيرفورما حواليها، معناها انه هو ما بيبلعش شويه. طب انا عايز اتاكد، هنا لازم تتاكد انك بتعمل العيان ده باريوم سوالو. يعني ايه باريوم سوالو؟ يعني يبلع الباريوم، والباريوم ده ريديو بيك ماتيريال، وتصوره وهو نازل، تبص تلاقي اهو فري اوف باريوم اهو اهو، وبعدين في ايه؟ في حته لبره اهو، بالذات دي في اولها، بقول لك احيانا بتلاقي الباوتش نازل 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 لغايه تحت، يبقى اكن عنده تو ليومنز، وده بيسموه ريتور شيب ابييرنس، تمام كده؟ بصوا شايف طرز البره ازاي عن اليومن العادي؟ بص شايف بره ازاي؟ وده اكس راي، سمبل اكس راي، ده مش سي تي. طيب اتاكد اكتر ازاي؟ ان انا انيم العيان واعمل له فليكسبل او ريجيد لارينجوسكوب، مش لارينجوسكوب بقى عشان انا مش عايز ابص، اسمه هايبوفارينجوسكوب، زيه زي اللارينجوسكوب بالظبط، بس اسمه هايبوفارينجوسكوب عشان بيبقى اطول شويه، اهو انيمه وادخله جوه بقه وابص، هفحص، يبقى ده اسمه دايجنوستيك، وهستخدمه في التريتمنت كمان شويه. فانا ممكن اشوف اهو، بص شايف الباوتش اهو اهو خارج ما بين الكونستريكتور والكريكوفرنجيس اهو، وجيت فحصت اهو، بصيت الباوتش والفارينكس اهو، تمام كده؟ طيب هل ده ممكن لايبر فور كومبليكيشن؟ طبعا اسهل حاجه انه يقفل الاسوفجس والعيان ده يخش في سيفير كاشيكسي، وممكن يعمل شست انفكشن من كتر الاسبيريشن، ان هو اكل قاعد في حته قاعده شويه تروح وقع في اللارنجال قلت والعيان مش واخد باله، وبالتالي بتبقى حاجه خطر جدا. عشان كده هو لما بنعرفه لازم نعالجه، ما ينفعش ان احنا نسيبه، تمام؟ طيب بص بقى يا سيدي نعمل ايه؟ هنعمل له اكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه انه باوتش ده نتيجته ايه؟ نتيجه سباز. طب انا ممكن اعمل دايلاتيشن، بس دايلاتيشن للمسلز بالذات في اوله هتوسع وتبقى كويسه، وده يتعمل اندوسكوبيك، اخش بمنظار واشتغل. دي طريقه بس، وهتبقى الدنيا حلوه ويعدي وترجع الدنيا تبقى حلو، عاده ما بيجيبش نتيجه. فنروح عاملين ايه بقى؟ ادي الباوتش اهو، وادي الفارنجيال وول والاسوفاجيال وول. طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا الحيطه دي اللي هي بوستيرو بارت اوف ذا اسوفاجس اند هايبوفارينكس والانتير وول اوف ذا باوتش انا هشيلهم من بعض، بعمل حاجه اسمها ستيبلنج اكنها بدباسه، بروح قاطع الحته دي، يبقى انا كده اكني وسعته، فوسعت المدخل، فالباوتش مش هيبقى موجود، او هيبقى اكنه بارت من اليومن، انا هشيل الحته دي كلها كده، يبقى اكن الاكله اتزحلق اتزحلق اتزحلق، وبعدين اروح واقع في الاسوفجس. دي طريقه اهي، مثلا اهي، يعني ده باوتش وده السبتم اللي ما بينهم وده الاسوفجس، اروح انا قاطع اللي ما بين الباوتش ما بين الاسوفجس فينزل العيان. ممكن اعمل لها ستيبلنج يعني بالدباسه كده بتتعمل، وممكن بليزر اروح انا قاطعها، ماشي؟ يعني ادي الاسوفجيال يومن وادي الدايفرتيكلم، ادي الاسوفجيال يومن انا اسف وادي الدايفرتيكلم، اشيل الحيطه دي اهو، يبقوا 1 ليومن اهو، تمام كده؟ دي طريقه ثانيه بقى، ان انا افتح للعيان ده من بره، مش هنام بالمنظار بقى، افتح للعيان ده من بره، يعني ايه؟ يعني ادي الباوتش اهو، اروح انا موسع شويه وجايب الكريكوفرنجياس ماسل قاطعها، واروح ماسك الباوتش ده قصه خالص واروح مخيط مكانه، يبقى دي طريقه خارجيه، اخيط مكانه واقويه شويه عشان ما يحصلش مره ثانيه. احيانا بيعملوا حاجه غريبه قوي اسمها انفيرجن. يعني انا اعمل ايه بقى الانفيرجن دي؟ اروح واخد الباوتش زقه لجوه كده اكني قلبته زي الشراب، فيبقى ماشي فين؟ يبقى ماشي جوه الفرنجيال جوه الهايبوفرنجيال يوم،
وهو يحصل له سلافينج بعد كده وبيقع بيتكبس ويحصل له فلاتر، لكني دخلت الباوتش زقيته جوه اليومن، دي بيسموها انفرجن. في كلا الاحوال اوعى تنسى ان السبب الرئيسي بتاع القصه ان في سبازم في الكريكوفرنجيس او فيريال ريلاكسيشن، وبالتالي لازم نقطعها، يعني نعمل فيها سبليتنج صغير كده، وده بيسموها ايه، كريكوفرنجيال مايوتومي، يعني اعمل لها كات من بره. ده لو انا اشتغلت اكسترنال. طبعا لو انا اشتغلت اندوسكوبيك ما بنعرفش نعمل الحته دي قوي. تمام كده، وده this is for today for this topic. وايه